السلام عليكم شاشة وشيلات، هذه امتد فيديو وينتحلوا مني صفة الصحفي. كيفاش؟ حبوا ينحيوا الأسئلة وين حسيت فيها أنه حبوا يسحبوا منك صفة الصحفي؟ يقول لك وين تخدم، وقول لهم صحفي مستقل ما يفهموهاش بزاف، هذه ما يستقبلوهاش بزاف. صحفي مستقل لازم تخدم في جريدة ولا في قناة ولا في إذاعة باش تكون صحفي. جاني حتى واحد شرطي أنا شفته مرة، جاني قال لي أنت قريت صحافة؟ قلت له لا، قال لي بل أنت ماشي صحفي. يعني هما عندهم شكون صحفي؟ ونذكروا سبحان الله قمت كنت حق يضحك عليه ماجد البندي، هو اليوم رئيس الجمهوريه في الجزائر. نعم، لما كان وزير السكن. يعني عندهم هما حتى هذاك الوقت انا ما كنتش صحفي خاش ما قريتش صحافه. كاين اطباء ولا صحفي، قرا طب ولا صحفي، قرا بيولوجيا ولا صحفي، قرا فيزياء ولا صحفي. وانت كان عندك الوثيقه بطاقه يعني صحفي. كانت عندي بطاقه صحفي، كانوا عندي بزاف بطاقات صحفي، البطاقه المهنيه، ولكن هما طيلة الاستجواب حبوا بصفة أو بأخرى يعني أن أتهم بأنني متظاهر. وفي الأخير أتهمت لمدة 3 أيام بالتجمهر. هاوليك شو الكلاب حطوا لها، حطوا لها خالدي دراني جورناليست، سبحان الله. هادو كلاب، هادو تي في 5 ومش عكايت ربهم، هادو راديو آم، هادو ثاني كلاب. والله الحاشه ثاني كيفه، ها واش راهم يديروا هاد الكلاب؟ هادو راهم يديروا الطريق للعدو، وهادو راهم باغي يدخلوا علينا الهود، والله العظيم راهم باغي يدخلوا علينا الصهيون. هيا تهلاو في روحكم، شجعوا الشيلات ونشوفكم ان شاء الله.